إطار التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم، تم إنشاء صرح تعليمي جديد. حضر الافتتاح اليوم لفيف من رجال الدولة والكتاب والصحفيين وأيضا رجال البرلمان. كاميرا البرنامج كانت هناك، تابعونا. بيسعدنا يكون معانا في احتفالية اليوم مستر جيسون ايفري، وهو الملحق التجاري لسفارة انجلترا. Your Excellency, first I want to know the importance of that event today. في البداية انا رحبت بالملحق التجاري وسألته عن أهمية الحدث اليوم. الحقيقة قال لي الحدث من ضمن اهتمام بريطانيا بالتعليم في مصر. النهاردة افتتاح مدرسة، والحقيقة ان المدارس البريطانية بيكون ليها يعني رؤية مستقبلية، وهو ده اللي بيدعموا بيه التعليم في مصر، وهو ده اللي بيحاولوا يعملوه من خلال افتتاح مجموعة من المدارس والجامعات في مصر. وهو سعيد جدا بحضوره هذه الاحتفالية وهذا الافتتاح. وبيسعدنا يكون معانا اليوم الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد. بنرحب بسيادتك معانا، ونحب نسأل سيادتك عن أهمية التعاون في مجال التعليم بين مصر وبريطانيا والمتشكل في إنشاء مثل هذه المدرسة اليوم. يعني أعتقد أنها دي مدرسة على مستوى عالي بتضيف كثير إلى نظام التعليم في مصر. كل ما كان عندنا مدارس متقدمة، كل ما كان عندنا تعليم أحسن. كلنا عارفين إن مشكلة مصر أساساً تكمن في التعليم. أعتقد إنه المدرسة دي إضافة حقيقية بالفعل إلى التعليم المصري بمناهج حديثة، بأساليب تربية حديثة. ومن ثم يعني ياريت إن مثل هذه المدارس تتسع وتنتشر، لأن الحكومة المصرية مش هتقدر تعمل كل حاجة، وبالتالي دخول القطاع الخاص ودخول القطاع الاستثماري في هذه العملية بمشروعات يعني تكتسب مصداقيتها من إنها مشروعات دولية أساسا. يعني المدرسة دي لها نظيرتها في بريطانيا. أعتقد إن ده شيء جيد وشيء مفيد للمصريين جميعا. وبيسعدنا يكون معانا اليوم الأستاذ ماجد عز الدين. بنرحب بسيادتك معانا وبنبارك لكم طبعا على هذا المشروع. وعايز أعرف أهمية إنشاء مثل هذه المشروعات وخاصة في مجال التعليم في مصر. الأهمية كبيرة قوي. احنا مجموعة كبيرة من المستثمرين، احنا حوالي 20 واحد، وكلنا عندنا هدف وأمل إن احنا نساعد بتغيير حاجة بسيطة في المنظومة التعليمية المصرية. معجبين بنظام تعليمي بينمي شخصية الطالب والطفل، بيربي فيه حاجات غير الحفظ، المناهج التعليمية وجدول الضرب والحاجات دي، وبيخليه شخصية يعتمد على نفسه واثقة في نفسه. ده نظام مختلف من التعليم، بيفرز شخصيات ممكن قوي يكون لها دور في وطنها ولنفسها في المستقبل. احنا نفسنا ان احنا نبني ده، والآلية سهلة، تبني منظومة تعليمية ناجحة، وكلنا ورا المشروع وورا الفكرة النبيلة دي. ونفسنا ان شاء الله يجي يوم ونطلع من هنا ناس في الرياضة شاطرة، في التعليم شاطرة. عندنا امل ان احنا على الاولمبياد بتاعت 2025 يكون عندنا لاعب بيمثل مصر، عندنا ناس ناجحة في حياتها العملية. هنكون في منتهى السعادة لو ده حصل. لكي يتحقق ذلك بالفعل، ايه هو النظام ان شاء الله ناويين تمشوا عليه بحيث ان يطلع الطالب بهذا النبوغ في مجال من المجالات، على الاقل في مجال من واحد من المجالات؟ شوفي، في استراتيجية كاملة لطريقة تقديم المعلومة اللي هنقدمها للطالب.
التعليم هيحصل هيحصل، يعني الطفل هيطلع في الاخر حافظ جدول الضرب وعارف الجغرافيا، كل ده كلنا عرفناه ومش عارفين عرفناه ازاي. الاهم من كده ان الطالب او الـ الطفل يتربى في حاجات تانية ليها علاقة ببناء شخصيته وثقته في نفسه، وده اللي احنا مركزين عليه. فاقدر اقول لك ان 60% من هدفنا التربوي هو بناء شخصية الطالب، و40% هو المناهج التعليمية التقليدية، وده بريطانيا متميزة فيه، وحابين ننقل التجربة او جزء كبير منها زي ما هي كده. وبيسعدنا اليوم ان يكون معنا سيد مارك كوستن وهو مدير المدرسة. مستر مارك كوستن، it's a pleasure to have you here and thank you for that wonderful international college here in Egypt. Thank you very much for visiting or allowing me to come here. I'm very, very happy to be here, and our aims are to take the very best of Egyptian culture, the Arabic language, the very best of what Egypt can offer, and create, join this with the British education system to create a center of excellence in Egypt. طبعا انا شكرته على وجوده معنا النهارده وشكرته على هذا الصرح التعليمي الجديد في مصر، وبيقول ان هو فعلا سعيد بوجوده في مصر وسعيد ان هو يشارك في العمليه التعليميه بوجوده كمدير لمدرسه، وان شاء الله من خلال هذه المدرسه هيحاول ان هو يقدم للطلبه اللغه العربيه باحسن اسلوب وايضا اللغات الاخرى والمواد العلميه الاخرى بحيث انهم يخرجوا طالب متميز. I want to talk about this student and your aim to get the best of every student who will attend that college. How are you going to achieve that aim? Well, what we intend to do, first of all, one of my big challenges, my early challenges will be... سألت عن تخريج طالب متميز من خلال المدرسة وكيف يسعى لتحقيق ذلك. قال لي اللي انا بسعى ليه بالفعل هو ان انا اخلي الطالب اللي هيجي ويدرس عندي يكون اقرب الى مجتمعه بحيث ان انا هخرجه لانشطه مختلفه للمنطقه اللي حواليه، وهيكون في تعامل وتفاعل بينه وبين المجتمع بشكل جيد. اما كمان اولياء الامور فانا كمان هخليهم ينفعلوا مع المدرسه ويتعاملوا معاها مش بس كولي امر، لكن لازم كل ولي امر مهما كان عمله يجي ويقعد معانا في الفصول ويبتدي يشرح للطلبه عن عمله وعن دراسته وعن ازاي حقق النجاح وحاجات كتير جدا. هيتفاعلوا معانا كمان اولياء الامور مع الرياضات المختلفه، والطلبه هتتفاعل مع الرياضات المختلفه في المدرسه. احنا عايزين طالب متميز وولي امر متميز، عايزين مجتمع متكامل يخرج من المدرسة دي ويخرج لنا الطالب على أحسن مستوى، وده اللي بنسعى إليه من خلال هذه المدرسة والدراسة في هذه المدرسة. وبيسعدنا أن يكون معنا البرلماني الأستاذ إبراهيم حجازي. بنرحب بسيادتك معنا يا فندم، وأنا أعرف أن سيادتك كمان كنت في الجامعة الأمريكية المصرية. أنا عايزة أعرف إيه التطور اللي إحنا محتاجينه في التعليم في مصر في الفترة القادمة، وإزاي نحققه من خلال إنشاء مثل هذه المدرسة اليوم، المدرسة البريطانية؟ طبعا سؤال حضرتك في توقيته الصح، لأن احنا دلوقتي داخلين على مرحلة جديدة من سن القوانين، وأنا مهتم جدا بموضوع التعليم، ولذلك يمكن في ضغوط علينا نخش لجان أخرى في المجلس نتيجة الخلفية بتاعتي العلمية والأكاديمية وبشغل المهنة الأستاذ في الجامعة الأمريكية لمدار 25 سنة فاتت. انما انا مصر على التعليم. ليه؟ لانه مستقبل مصر كلها في ايد الشباب مش في ايد الكبار. الكبار بيدوا الخبره والشباب هم اللي بيقوموا وينهضوا بالبلد. زائد ان ده المستقبل، يعني عمر ما الواحد بيفكر النهارده لازم يفكر للمستقبل، يفكر لاولاده ويفكر لاحفاده. احنا النهارده عندنا ضعف جامد جدا في التعليم الاساسي والتعليم الالزامي. في تسيب وفي انحدار شديد في الاخلاقيات. في عدم التزام. مجانية التعليم نص بينص عليها الدستور، لكن لابد من مش اعاده النظر فيها، لانه ده ما حدش يقدر يقول ممنوع ما فيش مجانية التعليم او بنرفض مجانيتها، بالعكس احنا بنؤيدها، لكن لازم يكون في اليات لضبط من يحصل على مجانية التعليم. في ناس بتقعد بال 10 و20 سنه بيتعلموا وما بيخلصوش تحت مظله مجانية التعليم. في ناس ثانيه ما عندهاش الفرصه انها تتعلم في مدرسه كويسه. نمره واحد. نمره اثنين، احنا النهارده في القرن 21، قرن تكنولوجيا معلومات، قرن الاجهزه اللي في ايدينا فيها معلومات اكتر من اي كتاب هاخده.
فموضوع ان الطفل يشيل فوق كهله وفوق يعني عظمه وفوق جسمه احمال اكتر من وزنه ونفرك عايزينه هو يتعلم استحالة. ان انا احشي مناهج بمواد عفى عليها الزمن ومواد للأسف كتير منها مسيس. النهاردة معانا بنحب فلان بنحطه في التاريخ، ما بنحبوش بنشيله، كلامنا كله ملوش لازمة. انا النهاردة لو عايز اعرف الحقيقة مش هخش على الكتب المدرسة، هخش على جوجل او ياهو او whatever السيرش انجنز او الانترنت بصفة عامة يعني. فلازم نطور المنهج التعليمي، لازم نطور انضباط جوه المدارس، لازم نعلم يعني ايه احترام المدرس بغض النظر، وبالتالي لازم المدرس يحترم شخصية وعقلية الطفل بغض النظر عن مستواه الاجتماعي. نمرة ثلاثة، لازم نهتم بثقافات خارج المواد، الرسم، موسيقى، رياضة. يعني ايه يعمل بحث علمي؟ يعني ايه كلمة مكتبة؟ يعني ايه اقرا؟ مش هنروح بقى للمكاتب اللي بره اللي كل ما حرم رئيس بتيجي بتعملها، وبنحيي يعني السيدات الاوائل السابقين على مجهوداتهم، لكن ما ينفعش نعتمد على افراد عشان ينهض مجتمع خاص فيه كلمة التعليم. فساد التعليم معناه فساد مجتمع.